ملهم بقى بالنسبة لي أشبه بدرس مجاني أو كورس مكثف بنتعلم فيه وبنعلم فيه الشباب وكل رواد الأعمال اللي لسه داخلين مجال ريادة الأعمال من فترة قليلة عن كل اللي هيقابلوه ويشوفوه في السوق، سواء كان من نجاحات أو تحديات ومغامرات مليانة أسرار وخبايا انت او انتي طالما كنت متابع للبرنامج نفسك تعرفها، لانها فعلا متعبة ومرهقة، بس هتفضل ممتعة ومشوقة لينا كلنا. الدوبامين اللي بنصحى عشانه كل يوم الصبح عشان نحقق نوع من انواع النجاح، او يعني ال 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 الاستقرار، او انك تكون ليك اهمية في المجتمع اللي انت عايش فيه. كونك رائد أعمال دي حاجة يعني أكيد مهمة. فملهم أنا شخصياً اتعلمت كتير من مقابلاتي لأقوى الشخصيات الناجحة والمؤثرة لأكتر من مجال مختلف في مصر والشرق الأوسط، باستضافة 7 من أنجح رواد الأعمال في مصر والشرق الأوسط. هتلاقي إن في عامل مشترك بينهم كلهم، هتلاقي إن في صلة بتربطهم كلهم ببعض. ايه هي؟ باختصار انهم كلهم حلموا وما خافوش، حلموا وما خافوش من سقف الحلم ولا خافوا من امكانياتهم، حلموا في يوم ان ده هيكون مكانهم وما بطلوش يحلموا بده، سعوا وعملوا كل اللي عليهم واللي وصلهم النهارده لنتيجة سعيهم، ولسه ما بطلوش سعي إن هم فضلوا مصرين وشايفين إن هم يقدروا يحققوا الأحلام بتاعتهم. ملهم رحلة ملهاش نهاية، هنتعلم فيها مع بعض وهنسند فيها بعض لحد ما نوصل لطريق النجاح اللي كلنا بنتمناه. استكمالا لفقرة الأسئلة اللي بنشكر كل متابعينا عليها على السوشيال ميديا، نشكر كل اللي مصدق في رحلة ملهم وكان جزء منها حتى لو بسؤال نجاوبه عليها. هعرض لحضراتكم بعض الأسئلة اللي اتبعتت لنا على مدار الأسبوع اللي فات، وبإجابات يعني هنحاول تكون مختصرة، ومستنين أسئلة أكتر منكم وتفاعل أكتر منكم على صفحة البرنامج هتظهر دلوقتي على الشاشة. خشوا واسألوا واعرفوا، والرحلة مليانة أصلها استفهامات كتير جدا، ووات اف حصل كذا، ماذا لو حصل كذا، ماذا لو حصل كذا. أتمنى نكون دايما بنجاوب سواء كان بضيوفنا أو بالأسئلة اللي بنرد عليها على أسئلتكم. أول سؤال معانا النهاردة بيقول: إزاي أعرف مين اللي بينافسني في السوق، وإيه هي الخطوات اللي تخليني دايما سابق بخطوة؟ الإجابة، وبعيدا عن الطرق الحديثة والمتطورة في البحث والتدقيق في معرفة المنافسين، أنا بكلم دلوقتي أي حد مش هيعرف يستخدم الطرق الحديثة دي. إن أنت تعرف المعلومات المهمة وإن أنت تتابع أيا كان صناعتك إيه أو المنتج اللي بتقدمه. اوعى تعتمد في معرفتك للمنافسين على مصدر واحد بس، عشان تعرف تتفوق عليهم لازم تتأكد فعلا مين بينافسك، مين بيبيع نفس المنتج، مين بيحل نفس المشكلة. أكتر حد دايما هتعرف منه مين المنافس بتاعك هو زبونك يا معلم. هتلاقيه بيجي وبيسألك وبيقولك: أصل أنا شفت المنتج ده عند فلان، أصل فلان الفلاني عنده منتج زيك. الزبون بتاعك ده كنز، كنز معلومات مش طبيعي، هتقدر تطلع من يعني كم إجابات على أسئلتك إزاي تبقى في الصدارة غير محدوده، وده اكتر حاجه مضمونه. اصل انت بتبيع لده من غير حتى ما تروح ولا تسال اي جهه يعني او مصدر معلومات صعب عليك، زبونك. تاني حاجه الموزعين، يعني هو تاني مصدر تقدر تعرف بيه المنافس بتاعك لو انت مثلا مصنع او بتصنع منتج معين. يعني الموزعين يقدروا بكل سهوله يعرضوا عليك اخبار السوق من حواليك ثانيه بثانيه. وتالت حاجه الموردين، مهما كان نوع نشاطك او تجارتك هتلاقي دايما المورد بتاعك بيورد للمنافسين كمان، وعارف واحد واحد، وده اكتر حد يقدر يقولك مين هم وبيعملوا ايه وفين وامتى. ودي معلومات تقدر تاخدها بالطريقه التقليديه، يعني الموضوع مش معقد. اما لو انت شاطر وفاهم ازاي تتعامل مع السوشيال ميديا وتقدر في اقل من دقيقه تسيرش وتعرف مين المنافس بتاعك واللي بيبيع نفس المنتج بتاعك واللي بيتارجت او بيستهدف نفس العميل بتاعك، هتقدر تخش وتشوف اراء العملاء فيهم او في الخدمات اللي بيقدموها او المنتجات اللي بيقدموها. والموضوع ابسط منه مفيش. وهقول لك على حاجه مهمه جدا، دايما اي حد بيخش مجال بيبص على الماركت ليدر او اكبر واحد في المجال ده. ده ممكن يسبب لك احباط. انت عامل بالظبط زي اللي بيخس، لو بدا يخس 50 جرام في 50 جرام بعد 3-4 شهور هيلاقي نفسه خس 10-15 كيلو. انما لو بصت لها على بعض، انا عايز اخس 20-30 كيلو، ممكن ده يجيب لك احباط. فما تعلقش عينك على التيم ليدر بتاعك او على الماركت ليدر بتاعك، يعني بما اننا كلنا يعني تيم في مجال العمل، فده يجيب لك احباط. لا، حاول تتعلم منه بقدر المستطاع. السؤال التاني بيقول ازاي اقدر استفيد من البيرسونال براندنج؟ طيب البيرسونال براندنج لو اتعمل صح هتكسبوا بيه ملايين من مهاره واحده بس، انتوا تكونوا شاطرين فيها او شغلانه بتشتغلوها تقدروا تعلموا منها الناس وتدي لنفسك شخصيه اجتماعيه وسطهم، عن طريق انك تعلمهم وتفيدهم اكتر بمجالك او بالعلم اللي عندك او بالنهاو اللي انت الوحيد اللي بتعرف تعملها. ده بيبني قاعده من البشر بتستفيد منك، فبالتالي هتكون انت اولى الناس لما حد يحب ياخد الخدمه اللي انت شاطر فيها او المنتج اللي انت بتعرف تعمله. البيرسونال براندنج واحد من اهم التكنيكس، انك تبني لنفسك سمعه كويسه وتبني لنفسك جمهور تقدر تبيع له فيما بعد، وده تكنيك ما يعرفوش غير الشطار. السؤال معانا بعد كده بيقول ازاي اخلق للمنتج بتاعي علامه تجاريه مميزه في ذهن العملاء بتوعي في ظل المنافسه الشديده؟ بص يا سيدي، خليني اقول لك على حاجه مهمه. نبدا باللوجو بتاعك، اللوجو بتاع شركتك. اللوجو ده تعريفه sign easy to remember، يعني علامه سهل تفتكرها. اللعبه كلها وباختصار ان انت بتحاول طول الوقت تعرف الناس بالعلامه التجاريه دي وتحفظهم. ريحه المحل بتاعك لما تخش محل بن البراند معروف، انت عارف اول ما تخش المكان ده المكان الفلاني، باللون بالشكل بالعلامه بالوعد اللي بتوعده للزبون بتاعك، اللي هو السلوجن او اللي هو بيسموه العنوان الحمله او شعار الحمله. فانت بتبدا هنا تبني ساينز او علامات في ذهن المستهلك بتاعك اول ما يحتاج النوع ده من الخدمات او المنتجات، اول اسم يجي في باله هو اسمك، عشان هو حافظك وانت على طول معلم معاه. ازاي بقى؟ عن طريق كل الطرق المختلفه او الشانلز التسويقيه المختلفه، سوشيال ميديا، بي ارز، كامبينز، كامبين تي في، روح عرف الناس، حتى لو بفلايرز توزعها على الناس وتعرفهم منتجك او خدمتك. اهم حاجه الجوده يا صديقي. وبكده أكون فهمتك إزاي تقدر تربط العلامة التجارية بتاعتك بالزبون بتاعك وتبني معاه علاقة كويسة. أهم حاجة زي ما قلت لك الجودة يا صديقي. في سؤال تاني معانا بيقول إيه أفضل طريقة تسويق على السوشيال ميديا من وجهة نظرك؟ بص يا صديقي، هو مفيش طريقة معينة للتسويق على السوشيال ميديا، أنت السوشيال ميديا دي تيوب تشانل، أنبوبة بتوصل من خلالها للعميل بتاعك. تقدر تبلغه رسايلك، تقدر تبلغه وعودك، تقدر تبلغه وتعرفه أكتر وتعلمه هيبقى إيه بعد ما يستخدم منتجك. هي طريقة بتوصل بيها للمستهلك بتاعك. استحسن استخدام الرسائل الإعلانية اللي بتوصلها لزبونك، هتقدر تجين أو تستفيد بأكبر شكل ممكن من السوشيال ميديا. بلس كمان طبعا الاستمرارية مهمة، ان انت تفضل تكلم الزبون بتاعك بشكل مستمر كل يوم، ولكن خليني اقول لك ان ده اكتر طريقة بتقدر تلمس بيها زبونك. يعني ايه؟ هو جاهز يخش يقول لك رأيه فيك برسالة، ويا بختك لو الزبون بتاعك بيقول رأيه فيك، يعني عايز يكمل. حسن وزود وعلي من قيمة المنتج وعلي من الجودة، صدقني هتبقى ملهم. سؤال خامس معانا بيقول ازاي اوزن بين اني انمو بسرعه بمشروعي واني احافظ على جوده منتجاتي؟ مايلستونز يا معلم، لازم يكون عندك مايلستونز. يعني ايه؟ اغلط، ما انت يا صديقي لو ما غلطتش يا سكر، لو ما غلطتش مش هتتعلم. فما تخافش ان انت يبقى هدفك انك تنمو. يعني خلي هدفك ايه؟ النكست ستيب ايه؟ حطيتها عملتها، نكست اتشيف ايه؟ انا عايز اخد المنتج واروح بيه فين؟ الاقوى الناس بتعمل ايه وانا عايز اعمل زيهم. بس ما تخليش ده يحبطك، بس حطها مايلستونز صغيره، صدقني هتقدر تنمو بشركتك، ودي اسرع طريقه تقريبا. اوكي طيب ازاي احافظ على الجوده؟ عينك او ايدك على قلب زبونك، اسمع له، طور، هات ناس شاطره برودكت مانجرز، او لو انت مش شركتك مش كبيره قوي اقعد اشتغل على المنتج، فكر من وجهه نظر العميل. يعني البس نظارته، انا عايزها ازاي كده. هتقدر تتطور لانك عندك مايلستونز، وهتقدر كمان تبقى محافظ على جوده المنتج بتاعك. واخيرا، وان دي نصيحه مني، اوعى تنسى في يوم او يبقى عندك شك ان الزبون اهم حاجه، والاستمراريه سبب النجاح، وان كل المتاح تحت ايدك تقدر بمنتهى البساطه تحقق بيه المستحيل. معانا سؤال تاني بيقول ازاي اتعامل مع شكاوي العملاء بتاعتي اللي بتجيلي على الرغم من ان فيه ايجابيات كتير جدا في المنتج اللي ببيعه؟ بص يا صديقي، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، وكل واحد فينا بيشوف الحياه من وجهه نظره، وعمليه الشراء لخدمه او منتج بتختلف. انا محتاج ايه فهشتري كنبه، انت محتاج ايه فهتشتري لها كنبه، انا ممكن عايزه في ديكور في البرنامج مثلا، انت عايزه في البيت عندك، احنا الاثنين عايزين كنب، بس انت عايز حاجه وانا عايز حاجه، ده على سبيل المثال. انت عايز عربيه تقدر تديك قيمه معينه، انا عايز عربيه تكون وسيله مواصلات بالنسبه لي، الا ان هي نفس العربيه. اللي عايز اوصله لك ان كونك بتبيع منتج، انا فاهم ان انت بيكون عندك ايمان كبير جدا بيه، بس اللي هي البوصله بتاعتك، تاني هرجع واقول لك زبونك هو اللي هيقول لك انت ماشي صح ولا غلط. اه طبعا اسمع له، بس مرر الكلام على عقلك. لو لقيت فيه اجماع، لا اشتغل على النقطه دي. لو لقيت فيه معظم اراء العملاء بتاعتك بتقول لك ان احنا محتاجين ده، اعمله لهم، ما انت في الاخر بتشتغل عشانهم. دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تميز بيها المنتج بتاعك، وتبقى برضه شايفه ذات قيمه مهمه، لان طبعا ما فيش حد بيشتغل في حاجه مش مصدق فيها او مش بيحبها، يعني ده في اعتقادي الشخصي، والا ده يبقى تضييع وقت طبعا. يعني السؤال اللي بعد كده بيقول ازاي اقنع المستثمرين ان مشروعي يستحق الاستثمار؟ علشان تقنع اي مستثمر، اول حاجه لازم تعملها وتهتم بيها انك تعرف وتفهم هنا هو بيدور على ايه. دايما المستثمرين بيدوروا على افكار مختلفه وجديده، اسواق كبير، فريق عمل قادر على تنفيذ الخطه اللي هو بيتكلم عليها، علشان يقدر يقنع المستثمر انه يستثمر في المشروع الخاص بيك. لازم أول حاجة تعمل خطة عمل متكاملة، خطة عمل فيها وصفة تفصيلية عن منتجك أو الخدمة اللي بتقدمها. تاني حاجة حجم السوق اللي بتستهدفه، أنا لو داخل أبيع ل10 غير لما أبقى داخل أبيع ل1000. استراتيجية التسويق اللي هتسوق بيها، ودي واحدة من أهم النقط، مين سمعك؟ مين عارفك؟ طبعا توقعات الإيرادات وتكاليف فريق العمل وكل حاجة. وركز جدا على القيمة أو الميزة اللي بتقدمها ومحدش غيرك من المنافسين بيقدمها، لازم تحط سترينث بوينت عندك. قدم أرقام حقيقية أنت مريت بيها ودخلت فيها وحققتها على أرض الواقع، تأكد بيها كل جملة ومعلومة بتقولها. وقدم كمان توقعات مالية واقعية تكون مبنية على أبحاث من السوق الحقيقي على أرض الواقع. ابني فريق عمل قوي، لأن دايما المستثمر بيدور على فريق عمل، لأن مفيش حد يقدر ينجح لوحده. لازم يكون فريق عمل قوي ومميز ومتماسك وقادر على تنفيذ كل الخطط اللي قدمتها ليهم في البداية. وبكده نكون قدرنا نجاوب على معظم الاستفسارات والأسئلة الكومن المشتركة بين معظم المشاهدين واللي بتجيلنا على السوشيال ميديا. خلينا نخرج فاصل ومعانا فقرة مميزة وضيف مميز. خلينا نخرج نشوف الريبورتاج ده ونرجع لكم تاني. أنا كريم الديب، رئيس قطاع العمليات بشركة بوسطة. بوسطة شركة مصرية تم إنشائها في 2017. الهدف الأساسي إن احنا نخدم جميع العملاء الكبار والصغيرين في الشحن الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، إن احنا نقدر ندي للعملاء دول حلول عن طريق التكنولوجيا، نقدر نساعدهم إن هم يكبروا شغلهم، نقدر نساعدهم إن هم يتابعوا شحناتهم، إيه اللي وصل منها ولا لأ، الفلوس بتاعتهم والكاش سايكل بتاعتهم، نقدر نوصل لهم الفلوس في أسرع وقت ممكن. ده كان مشكلة من المشاكل اللي كان بيواجهها القطاع ده في مصر في سنة 2020 وبعد الكورونا بالذات، إن الفلوس توصل بسرعة. الحمد لله دلوقتي عندنا خدمة نقدر نوصل الفلوس بتاعتك تاني يوم. اللي يميز بوسطة عن أي شركة شحن في مصر وفي حتى الشرق الأوسط إن إحنا بنحاول نطور من عملياتنا عشان نخدم بيها العميل الصغير. معظم شركات الشحن لما بتيجي تخدم العملاء الكبار اللي بيعملوا من آلاف الشحنات في الشهر، مش بيحاولوا يدوهم العميل الصغير اللي بيبيع على المنصات الإلكترونية منصة تساعده إن هو يتابع شغله ويتابع شحناته ويتابع فلوسه. هو ده اللي احنا بنعمله مختلف في بوسطة، ان احنا ازاي نخلي العميل الصغير يقدر يكبر معانا ويقدر يكبر في المجال ده. على سبيل المثال، ان مثلا العملاء الصغيرين ما عندهمش برينتر مثلا، فاحنا نقدر نوصل لهم الفلاير الذكي او البوكس الذكي، بنحط عليه كود يقدر ان هو يسكان الكود ده، وبالتالي مش محتاج ان هو يشحن بوليصه شحن. الحمد لله دلوقتي وصلنا ان احنا بقى عملنا لغايه دلوقتي 25 مليون شحنه من اول ما بدانا، خدمنا اكتر من 35,000 عميل من اول ما بدانا. الحمد لله دلوقتي موجودين في كل محافظات مصر، عندنا 38 هاب او مخزن بيخدم مصر من مطروح لاسوان. الحمد لله ناويين ان شاء الله كل الارقام دي نقدر الايام اللي جايه دي. التجاره الالكترونيه في مصر بتكبر، اقصى حاجه لما بنيجي نسمع ريبورتات من بره بتقول ان التجاره الالكترونيه في مصر ما بين 8 وال 12% فيرسز الريتيل العادي، فالرقم ده متوقع ان هو ممكن يوصل ل 20% و25%. فالتجاره الالكترونيه لسه في اولها في مصر، لسه بدري عليها انها هنشوف التطور بتاعها هيبقى عامل ازاي. فاحنا ان شاء الله عايزين نساعد كل الناس اللي في الايكو سيستم ده او المنظومه دي، من اول العميل لغايه المندوب للاند يوزر او الكونسيومر بتاعنا او اللي بيطلب الشحنه من المنصه الالكترونيه، نساعدهم كلهم ان هم ياخدوا السيرفيس دي كويسه، وان احنا نديهم ازاي سيرفيس كويسه. الحمد لله وصلنا ده بمجهودات الفريق، مجهودات الفريق على الارض. وطبعا حجر الاساس في نجاحنا دايما هو المندوب، من غيره مش هنوصل لاي حاجه. هو مش بس شريك نجاح، هو اصلا الحجر الاساس لنجاحنا. وبفضل الخدمه المميزه على مدار السنين اللي فاتت، احنا مش بس عرفنا نخدم العميل الصغير اللي احنا كنا اساسا عايزين نخدمه، لكن الحمد لله لله دلوقتي بنخدم كل البراندات العالميه في مصر، كل العملاء الكبار في مصر دلوقتي بقوا بيستخدموا الحمد لله بوسطه للشحن الالكتروني. الحمد لله دلوقتي احنا ما بقيناش شركه شحن بس، يعني احنا دلوقتي بقينا نخدم العميل 360 من اول التخزين. احنا دلوقتي بنديله خدمات ان هو يقدر يخزن المنتج بتاعه عندنا، ونقدر نطلع المنتج بتاعه مع شركه الشحن بتاعتنا من عندنا من مخازننا، فده هيوفر عليه ان هو يدور على مخزن او يوفر عليه ان هو يدفع تكاليف كبيره لمخزن كبير هو مش محتاج منه كل ده. بعد كده حتى ان احنا نمول له شغله، في ساعات الكاش سايكل بتاعته مش مكفيه فمحتاج ان هو يدور على تمويل، فعن طريق شغله معانا نقدر نمول العميل ده ويقدر يكبر شغله معانا لتحصيل امواله لكل حاجه ممكن العميل اللي في التجاره الالكترونيه يحتاجها. ده اللي هنحاول ان شاء الله نوفره عن طريق بوسطه. السنه نوصل لايه؟ السنه الجايه ان شاء الله بدل نبقى نوصل ل 50 مخزن على اقراص مصر كلها، وال 25 مليون شحنه اللي احنا وصلناهم لغايه دلوقتي في 7 سنين نوصلهم كلهم السنه الجايه باذن الله. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل بمفاجاه، حاجه كده بقى ايه، درس خصوصي للي نفسه يطلع السلم جري ويعرف خبايا وتفاصيل النجاح على اصوله زي ما بيقولوا. يعني شاب اسكندراني كان عنده بيزنس اي كوميرس، طول النهار نسمع عن التجاره الالكترونيه وبتاعه، الراجل شغال وبيكبر وماشي في سكته. ضايقوه شركات الشحن، كان عنده مشكلة إنه يقدم المنتج بتاعه للزبون بتاعه بسهولة ويلم فلوسه بسهولة، سهلة اهي. شاف ميزة بعد فشل شركة و2 و3 طلع لينا بنموذج من الشركات، النهاردة هو بيخدم ملايين المستخدمين من المستهلك النهائي ومن الشركات العالمية في الشحن. ضيفنا النهارده في ملهم بيغزو سوق الشحن في مصر والشرق الاوسط بشركه بوسطه. رحبوا معايا بالباشمهندس الجميل المجتهد الملهم محمد عزت. ازيك يا محمد؟ الحمد لله كله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله مية مية. اولا انت منورنا في ملهم حبيبي، منورك والله. رحله قويه جدا جدا الحمد لله، بدايه عاديه، نجاحات غير عاديه في وقت مش قليل، قياسي، مش قليل نقول عليه قياسي. انت النهارده بالغ شويه يعني لا اصل هقول لك على حاجه، انت مش كبير سنا وانت بتليد ماركت في الشرق الاوسط في مجال اللوجيستيك، انت الكبير الحمد لله بارقامك، يعني مش بارقامك. اولا انا سعيد بلقائي بيك النهارده والله. انا اسعد. محمد، عرفني بنفسك، عرفني مين محمد عزت. تمام، انا اسمي محمد عزت، مهندس اتصالات، اتولدت بره مصر في الامارات، وبعد كده رجعت مصر ودخلت كليه هندسه في الاكاديميه البحريه. اتخرجت زي اي حد، يعني اشتغلت في الاول في شركه تدرجت فيها وظيفيا، اشتغلت في مشاريع كبيره، بس انا طول عمري من وانا صغير وكان حلم حياتي ان انا اعمل ماي اون بزنس. انت كان نفسك يبقى عندك شركتك بالظبط، فمن وانا صغير انا بشتغل، يعني اشتغلت في محل صغير وبعد كده لا 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 احكي لي احكي لي لا كان يعني احنا عائلتنا عندها محلات، فكنت اشتغلت، كنت بروح الصيف اشتغل فيها. فكره ان انا اعمل انا فلوس كانت مهمه قوي بالنسبه لي، وعايز اقول لك ان انا بعمل كده مع بنتي دلوقتي، يعني انا بنتي عندها 12 سنه وعندها 2 بزنس. انت يو ار بليف ان البدايات من الصغر بتبني خبرات، هي الخبره مالهاش دعوه بالسن، هي لها دعوه بالسنين اللي انت بتشتغلها. فكل ما هتبتدي بدري كل ما هتكون شخصيه، هنسميها شخصيه ابتكاريه، شخصيه بتعرف تبيع بدري. فانا ابتديت مع بنتي من وهي عندها 10 سنين بتبيع، عندها بزنسين وبتعمل فلوس كويسه جدا، فابتدت تحس بقيمه الحاجه دي. ابن الوز عوام يا باشا حبيبي والله. بدات جامعتك ودراستك الهندسه في الاكاديميه البحريه في اسكندريه، وبدات تشتغل في البيزنس فاميلي او المحلات اللي كانت تمتلكها العيله بالظبط. وبعدين بعد كده طبعا اشتغلت في شركه اتصالات كبيره في مصر، بس وانا بشتغل كنت عايز اعمل البيزنس بتاعي على الجنب، فبستثمر انا فلوسي الشخصيه اللي بقبضه بعمل بيه شركه. عملت 3 شركات، شركه منهم كانت في الحفلات وكده بس دي فشلت. بعد كده يعني كنت عامل ايفنت ايجنسي يعني اورجنايزر بالظبط. بعد كده عملت شركه، لو تفتكر زمان كان في الفتره اللي هي طلعت فيها موضوع الكوبونات، ان انت شركات عشان مش هذكر اسامي، بس كانت ان انت تدخل مثلا تشتري كوبون خصم بالظبط. فكان عددهم كبير جدا، فما كان الناس بتواجه مشكله ان انا لو عايز ادور على كوبون لحد معين لازم ادخل على كل واحده لوحدها. فعملنا اجريجيتر يجمع كل الحاجات دي. فكرت في فكره قعدنا تقريبا 6 شهور وفشلت يعني. المشكله اللي كانت بتحلها ما كانتش قويه قوي، وانت لسه بتتعلم تصطاد الفرصه. بالظبط، لسه بتتعلم تصطاد بالزبط. المشكله اللي تخش تحلها تبقى الافشنسي عاليه، فبالتالي مردودها هيبقى كويس. بالظبط كده. دي فايده الشغل بدري والتجارب الكتير. هو عامه خلينا نقول ان من غير فشل مفيش نجاح. طبعًا. مستحيل طبعا. ليه؟ هو الفشل هو زي هي الكليه اللي انت بتتعلم فيها، فاهم قصدي؟ انت بتستثمر وقتك في ان انت بتتعلم في الكليه عشان تطلع تعمل حاجه. صح. البيزنس هو مدرسه، هي مدرسه الحياه. كل ما تغلط هتكبر، كل ما لو انت المايند سيت بتاعتك ان انت فاهم كويس قوي ان هو الفشل مش نهايه الطريق، لا ده الفشل هو بدايه اللي انت بتتعلم فيها حاجه عشان تبقى احسن في الحاجه اللي بعديها. يعني كنت قاعد مع صديق امبارح بيتكلم معايا، فقعد 3 سنين شركته لم استثمارات كويسه وما نجحتش. بعد كده بسبب ال3 سنين دول هو كان متضايق جدا، ان هو ابتدى بقى طبعا بيمشي موظفين وخساره وكده، كانت مضايقه نفسيا. طبعا. بعد كده اشتغل في شركه مش تخرجت ب3 مليار دولار، عملت اكزيت ب3 مليار، باعت نفسها ب3 مليار. بالظبط. فهو كان بالنسبه له هو انا عمري ما كنت هبقى في الشركه دي اللي اتخرج ب3 مليار ان عملت منها فلوس كويسه الا اكون فشلت، لو ما كنتش اتعلمت من الشركه دي اللي انا اتعلمت. ترتيب الالهي. بالظبط، ترتيب الالهي. فعملت كان اسمها دي الجامد، ما كملتش. بعد كده عملت كرييتيف حتى في اسامي شركاتك. يعني الكوبونات كان اسمها دي الجامد. بالظبط. بعد كده عملت لينكس. لينكس بتخليك تقدر تشتري اي حاجه من بره مصر، ولينكس موجوده لغايه دلوقتي الحمد لله، وشركه بروفيتبل يعني. بس وانا شغال في لينكس كنت بواجه مشاكل قويه قوي مع شركات الشحن. هنا بقى بدات تلمح فرصه حقيقيه لرياده المجال ده، الا وهو مجال التشيبنج. هو خلينا نقول احنا يعني بوسطه مش بس في مجال الشحن، احنا بنشحن وبندي. لا احنا هنخش في الحته دي كويس. كان البدايه خلينا نقول المشكله الكبيره ان مفيش الكاستمر، الشركه الصغيره بتداس بالرجلين. لو انت مش شركه كبيره مش هينفع تكبر، فانت كان لازم حد يجي يمسك الشركه الصغيره دي من ايديها، يعلمها ازاي تبقى شركه كبيره. في مجال الاي كوميرس، عشان هناخد مقارنات بسيطه. مصر لغايه النهارده الاي كوميرس كله على بعض 4% من حجم الريتيل. انا عارف ان انت وصلت بفكره الشحن، دخلت طورت الموضوع، عملت كذا لاير فيها، اتكلم باستفاضه عنه. وصلت لدرجه انك بتعلم الناس تتاجر. بالظبط. وبتكبر مساحه ال 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 التجاره الالكترونيه في البلد ككل، او في فكر الشباب، بتعلمهم ازاي يتاجروا. بالظبط. بدات شركه الشحن بتاعتك وواجهتك مشاكل وعقوبات. انت بداتها بكام الاول؟ واحكي لي المعاناه دي، الوجع ده اللي في الاول ده. والله انا ابتديتها والدي اللي ساعدني. ايوه قول يعني. كان يعني لو افتكر ربنا خليه لنا كلنا، والله حل يعني مشكله كبيره في البلد والله. لولا ما كنتش انا وصلت لكده يعني. فكان مبلغ بسيط يعني، انا هفتكر ساعتها كانوا 150,000 جنيه حاجه كده يعني. وبعد كده الحمد لله قدرنا نقنع مستثمرين. حجم الاستثمارات في بوسطة النهارده بتتخطى المليار، فيعني 27 مليون دولار، فيعني وكلهم مستثمرين يعني. اذا كان طبعا المستثمرين المصريين هم اول ناس وقفوا معانا. انا عايز احط هنا جمله. اولا ان 150,000 جنيه في وقتنا الحالي لو انت بتشتغل موظف هتقبض لك مثلا 10,000 جنيه في الشهر ولا حاجه، يعني مبلغ بسيط، عشان في ناس بتقول لك يعتبر من الصفر. ده رقم واحد، اهم حاجه الفكره. رقم اتنين، انت بفكرك في مجال الشحن، وده مجال متواجد يعني مش حاجه، مش فكره جديده. بالظبط، موجود بالظبط. قدرت تليد الماركت وجبت على البورد عندك واحد من اهم سي اوز شركات اللوجيستيك في العالم. تمام، شريكك. مظبوط. قبل ما اخش على رحله الاستثمارات، الاول احكي لي انت عملت ايه في الشحن عشان تغير فكرته. انا عايز اساعدك اني اوصل للناس فكره تجروا بس ومالكوش دعوه. فهمني اللايرز اللي انت بنيتها فوق شركه الشحن رقم واحد، ازاي قدرت تجيب الراجل بتاع DHL جنبك يشاركك في فكرتك؟ والله دي ما عجباني، يعني تيجي كده يعني لا اسكندراني شاطر. والله بص، خلينا نقول ان 99.99% دي توفيق ربنا، وهحكي لك قصه مش هتصدقها. بص اقول لك على حاجه، انا اتفقت انا وكل الملهمين اللي جم قعدوا معايا ان انت بتبذل قصار مجهودك ويجي الترن الالهي. ما ربنا بقى يروح مديك الكتف اللي انت تستاهله. يعني بس احكي لي، يعني انت المجهود عليك والتوفيق من عند ربنا، يعني هي ملهاش، بس انت لازم تعمل عليك. احكي لي. خلينا الاول. انا هفتح شركه شحن ومعايا 150,000 جنيه. طيب، هي في المجال بتاعنا الستارت اب طبعا 150,000 جنيه دي مش هتعمل حاجه، بس هي الفكره في ايه؟ شركات الستارت ابس مكتب وتجيب لك كمبيوترين. يعني شركات الستارت ابس بغض النظر عن مجالها، انت بتقسم الموضوع مايلستونز. تمام؟ يعني انت النهارده الاول عشان تعرف تبلان حاجه صح، انت بتبلان مثلا قدامك سنتين ثلاثه، يعني او سنه ونص، سنتين. عشان اي حد يجي يقول لك انا حاطط بلان ل 10 سنين، مستحيل. انت تعبان، هو ده ساحر بقى، لازم يعني تبقى مرن يا معلم. لا مستحيل، انت ساحر فعلا. اخرك سنه سنتين. تمام؟ طيب، المستثمرين هم بيشوفوا ايه؟ فرصه، اوبورتونيتي. فانت بتاخد ال 150,000 دي او ال 100,000 او ال 10,000 او 20 وات ايفر الرقم، او حتى من غير فلوس، عشان انا اعرف ناس عملت كام من غير فلوس. من غير فلوس. تمام. هو الفكره ايه؟ هو بيقول انا هحل مشكله كذا. تمام؟ في فتره صغيره بيحل المشكله دي، وبي بي بيطلع ارقام، فيروح للمستثمر يقول له شفت انا خدت دي من ولا حاجه خلال 6 شهور مثلا، قدرت اوصل كذا من 0 ل 100. فالمستثمر لما يشوف ايه ده اذا كان عمل كده في وقت قليل بعدد فلوس قليل، لو انا اديته بقى فلوس اكتر هيعمل ايه؟ فاما بيجوا بيدوك، مش بيدوك بقى ملايين الملايين، هيدوك فلوس كتير شويه، يقول لك طب روح بقى خد الفلوس دي. انت بتروح لهم في الكونفرنسز بتاعتهم، بتروح لهم اماكنهم المستثمرين، يعني كلمني رحت فين؟ بص، هو ال 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 انا لما ابتديت، خلينا نقول انا كان عندي انفير ادفانتج شويه، ان انا اوريدي عندي شركات، فاوريدي ابتديت اعرفهم. يعني انا بادي متاخر، فانا ابتديت اعرفهم، وكنت رحت اوريدي YC في امريكا. بس ال ال الناس المفروض اللي هي ما عندهاش الحاجه دي بتعمل حاجتين. اول حاجه هي بتبتدي تفولو الانفسترز دي على الحاجات السوشيال ميديا ولينكد ان والحاجات دي والايفنتس. تمام؟ ويبتدي ينشر فكرته، يوصل للناس دي. ترو الدوله عندها انكيوبيترز يعني، وببلاش عندنا هنا في مصر. طبعا. انا شايف ان مصر من يعني في حته السيد والحاجات الصغيره من اكتر الدول اللي بتحاول تساعد. ان مصر هي واحده من 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 اهم الدول في الشرق الاوسط اللي بتانفست او بتستثمر مع الشركات الصغيره عشان تكبرها. ده مفهوم السيد. انا بترجم للشباب يعني اللي مش فاهم المصطلحات. انا عايز اقول لك على حاجه، مصر فيها حاجتين مش موجوده في الريجن كله. مصر اقوى دوله بلا منافس في جوده الانتربرنور اللي بيطلع منها الشباب. تمام؟ 2، احسن ماركت بلا منافس. بغض النظر بقى هتقول لي التعويم مش تعويم، انت في 110 مليون. فالنهارده انت عندك مشكله في قيمه الجنيه، القيمه ما بتساويش حاجه طول ما انت لسه بتكبر الشركه. الكلام ده وانت بتبيعها بقى، ده موضوع تاني. بس انت النهارده كل همك از ستارت اب بتعمل ايه؟ تاخد ماركت شير بس، تخش السوق. فما تقعدش تقول اصل الجنيه بقى ب 50 يا عم اشتغل، خش كفي الناس دي. شكرا. تمام. فانت انا عارف ان في ناس كتير هتهاجمني على الجمله دي، بس هي دي الحقيقه يعني. لا خالص، كلامك 100% صح. عشان كده في كم مستثمرين كل يوم بينزلوا لك هنا بالزبط، في كل المجالات على فكره، وبيستثمروا مع شباب زي الورد وبارقام كبيره بالظبط. يعني فاحنا النهارده مصر عارفه القيمه دي، فابتدي مش هقول ابتدينا اوريدي، احنا الحته بتاعت سيد، انا هقول لك برضو الكويس والمساوئ. يعني الحته بتاعت السيد اللي هي انك تعمل شركه صغيره، لا عندنا تيك، عندنا فكرتك شركتك وكلها ببلاش، وبالعكس بيدوك فلوس وبيدوك مكتب وبيدوك كونسلتنتس. يا باشا انت تعالى قول انا عايز المشكله، هات لنا المشكله واحنا هنشتغل معاك عليها. فاهم قصدي؟ وتقدر توصل لهم من غير علاقات، عشان بس الناس اللي بيقول لا اصل دول شله، ما فيش الكلام ده. الله يبارك لك. والله ما في الكلام ده، ان انت سهل قوي تسعى، بس انك تسعى وتحاول وربنا هيقف معاك مليون في المية. قصتك يا ملهم تهمني حبيبي. بدأت بال 150,000، بدأت تتكلم انكيوبيترز أو حضانات أعمال از انتربرنور، بدأت تثبت جودة فكرتك في كونك أنا هحل مشكلة في الشحن. تمام. لميت انفستمنتس، احكي لي الحتة دي واحكي لي بدأت الانفليشن بتاعك أو نقطة الانطلاق أو الستارت اب. انا لينكس اللي رحت بيها اكسلريتور في امريكا اللي هو كان واي سي، هي الهارفرد اوف ستارت ابس في العالم. طلعت اير بي ام بي، طلعت دروب بوكس، فاوريدي كنت اتعلمت ازاي ادير بزنس من هناك. تمام. وباي ذا واي برضو الموضوع قدمت على الانترنت، وكنت اول شركه في شركه اصلا كلها اتقبل من غير ولا واسطه ومن غير اي حاجه، يعني نصيب. بس احنا اما سعينا ليها ابتدينا نذاكر الاول عشان اتقبل في واي سي لازم ابقى عامل ازاي. فاهم قصدي؟ ده الجزء اللي سعيد فيه بالظبط. فبعد ما ابتديت بوستا كان اوريدي عندي النوليدج، فما كنتش محتاج موضوع الانكيوبيترز. بس وانس ان انا بقى عندي فكره عامه، ابتديت ان انا اتواصل مع الانفسترز، فكلهم فكانت اول حاجه كانت كايرو انجلز. كايرو انجلز دول برضو نفس الحاجه، بيفتحوا كوهورت 4 مرات في السنه، بتقدم موضوع ما فيهوش اي واسطه، ناس اسمهم كايرو انجلز. دول انفسترز ملائكيين، اللي هو الانجل انفسترز بيخش معاك على المربح والخساره يعني. بالظبط. هو كل الانفسترز بالكامل عارفين ان في ريسك طبعا، فعارف حتى لو انت خسرت فلوسك مش بتضايقه، هو بينفست في شخصك بالظبط، في فكرتك. فقدمت ورحت اي بيتشت الايديا، ما كنتش لسه بوسطه دي بتعمل اي ترانزاكشن. انت يعني بيتشت الايديا، يعني دخلت شرحت فكرتك بالظبط كده للمستثمرين بالظبط كده. فكان دول كلهم مستثمرين مصريين، فدي تقريبا كانت اول راوند سيد، وخدنا فيها حوالي $1,000,000. وكان منها شركه كبيره زي فوري و دخلوا استثمروا معاك. واسامي تانية في من اكبر الشركات اللي في مصر يعني. ودي كان اول حاجه، كان لسه بوسطه لسه صغيره خالص. هنا انت خدت اول استثمار، اثبتت نجاح رؤيتك في ان انا شايف جاب او مشكله في الماركت ده. تمام. وبدات تلم انفست. خلينا نطلع فاصل ونرجع عشان نحكي ونعرف الشباب ازاي بقى بندير المؤسسات الكبيرة وبنكبر بيها، وازاي نطور فكرنا ونبقى زي باشمهندس محمد. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حتة. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الجميل محمد عزت، صاحب CEO شركة بوسطة، ماركت ليدر الشوبينج في مصر، وحكى لنا البدايات كانت عاملة ازاي، وقدر يقنع المستثمرين بشركته وفكرته وبحله لجزء كبير من مشكلة الاي كوميرس في مصر، ورؤيته ان لا عندنا مساحة نكبر ونتطور فيها. اهلا بيك يا محمد مرة تانية. وبدأت خلاص تلم الانفستمنت، فكرت بقى هتنفست وتكبر وتغير شكل الشحن في مصر. احكي لي عن الفكره دي، احكي لي عن الجزء ده. طيب، هو انا هبقى عام شويه، يعني مش بس مجال الشحن عشان الناس تستفيد اكتر، هي لاي شركه عامه. انت مجرد ما بتاخد السيد انفستمنت دي بيبقى عندك حاجتين لازم يتعملوا. ده الواي اوف ثينكينج بقى بالظبط، ومش هقول ده ماي واي اوف ثينكينج، ده المتعارف عليه ان انت لو عايز تنجح اي شركه. تمام. ان انت توصل اول حاجه انك تبتدي تهاير ناس احسن منك بكتير. تمام. لا احسن منك بكتير بكتير. تعين تيم قوي يقدر يساعدك. بص، شوف، لو معاك فلوس الدنيا ومعاكش دول، لا طبعا استحاله. طبعا. ولو انت من النوع اللي هو انا سي او لازم كلامي هو اللي يمشي استحاله هتركن. لو من نوع السي او اللي بتخاف ان الناس احسن منك استحاله. صح. فانت لازم تبقى بتجيب ناس اشطر منك في كل حته انت هتشتغل فيها، يعني ناس احسن منك فاينانس، ناس احسن منك تكنولوجي، ناس احسن منك برودكت، ناس احسن منك في الاداره، ناس احسن منك في الاتش ار. فليه؟ عشان انت شغلتك اساسا از سي او ان انت تبقى عندك فيجن ودايركشن، بس تلم فريق يحقق الفيجن. بالظبط. انا اما حد بيسالني انت شغلتك ايه بقول له انا اتش ار، يعني انا شغلتي هاير. فاهم قصدي؟ ليه؟ المفروض التيم اللي انت بتبنيه ده فكر فيها. انا واحد مثلا موظف في شركه وبابط كويس، جاي انت تقول لي تعالى اشتغل في ستارت اب، احتمال نسبه احتماليه انها تنجح لا تتخطى ال 5%. هاجي لك عشان ايه؟ عشان الفيجن بتاعتك دي، بس انا مصدقك ان في حلم انت عايز توصل لو نجح انا عايز ابقى اكون جزء منه. صح. بس والله ولا اي حاجه ثانيه، هو ده اللي بيحركك. فاهم قصدي؟ هو مش هيجي غير كده، فلازم تبيع له البيعه كانه انفستر، عشان هو في الحقيقه زي الانفستر اداك فلوس، الراجل ده هيديك وقتك وحياته يعني فانت لازم تكون بتبيع له، يعني مش عشان الناس بتاخد البيعه دي كلمه وحشه، لا لازم يشوف الفيجن اللي انت عايز توصل لها ويبقى مؤمن بيها زيك بالظبط. خدت الاستثمارات، عينت تيم وفريق قوي يقدر يدير ويوصل فكرتك للنور. انت عامل حاطط الاي كوميرس في حضنك، يعني انت مطبطب عليه السوق ده وبتحاول تكبره، فكرت في ايه؟ طيب الخطوه اللي بعديها على طول بقى اللي هي الجزء ده، انت عايز تحل مشكله اللي هو بنسميه في لغه الستارت ابس البرودكت ماركت فيت، بي ام اف. ايه برودكت ماركت فيت؟ انت عندك بتحل فعلا المشكله موجوده، الناس مستعده تدفع لك فلوس عشان تحل لها المشكله دي. تمام؟ دي خدت مننا وقت، والناس اللي ما تعرفوش ان احنا لما ابتدينا في 2017 كان عندنا اصلا إيه؟ فكره في 2017 يعني كده كام سنه؟ دي السنه السابعه. راس مال الشركه او حجم تداول دلوقتي احنا بنسيرف يعني 35,000 شركه، وصلنا حوالي 25 مليون شحنه. حجم التداول في يعني حجم الفلوس اللي بندخلها للشركات الصغيره، حجم التداول يعني الفلوس تقريبا اعتقد السنه دي هنقفل حوالي 15 مليار في 7 سنين. 7 years. تقدر طبعا تقدر. طبعا الله اكبر، الحمد لله الله اكبر الله اكبر، يعني مش وردي قوي كده طبعا. حجم المشاكل مش صغيره، يا استراجل ومعاناه وشقه وتعب ومجهود وسعي وطوم وتقع بس الفرق الوحيد اللي دايما عند الستارت ابس انها بتشتغل للاحسن. يعني هل احنا كبوسطه قعدنا 7 سنين من غير مشاكل؟ لا بالعكس، يعني كل يوم عندك مشاكل، لا وفي وقعات عشان احنا بنغلط. احنا مشكله الانتربرنورز والسيوهات الجديده او اللي هم لسه، يعني انا عمري ما كنت بدير شركه كبيره ورجعت لورا بدير شركه صغيره وبكبرها، لا انا دايما بتعمل حاجات جديده اصلا. انا كاني سايق على سرعه 300 في الضلمه، فبلاقي مطب بخبط فيه، فاهم؟ بس مكمل بقى، تتوقع ترن بكمل يعني. وفكر فيها في العربيه دي، انت عشان تنجح لازم تجيب الناس اللي اشطر منك جوه العربيه يقول لك خلي بالك هتلاقي مطب هنا. هي دي اللعبه بالظبط كده. فبوسطه ابتدت في 2017 تحل بقى ومش دي البدايه. يعني البدايه اصلا كانت مختلفه عن ده. احنا كنا البدايه ان احنا زي ابلكيشن اللي هو ايه، انت كبزنس عايز تبعت باكج، هتطلب حد هيجي لك في ساعتها ياخدها ويوصل الباكج دي. قعدنا فيها اول 2 سنين. اكتشفنا ان ده مش برودكت ماركت فيت، مش هو ده لا الكاستمر مش عايز ده. هو السيم داي او التو اورز ديليفري حاجه كويسه، بس هل انت طالب تيشيرت عايزه كمان ساعتين؟ اللي مين اللي حط له حاجه كمان ساعتين؟ اللي عايز اكل، موديه المكوى، اللي عايز اكل واللي عايز دواء. بس واحد يطلب يعني اي حاجه عادي تجيله بكره طالما هيدفع اقل، ما انت ساعتين ده معناها الكوست اعلى، الكوست اعلى. فبقى الشركات ايه، عندنا شركات كتير بتساين اب للسيرفيس بس محدش بيستخدمها. بنروح نلاقي الشركات اللي هي شغاله نيكست داي بياخد 1000 شحنه وانا باخد واحده. ليه؟ عشان اما تيجي تقول له انا هوصل لك الحاجه دي ب 100 جنيه كمان ساعتين، او ب 50 جنيه بكره عادي. يقول لك يا باشا لا 50 جنيه هو ده اللي بعد بكره. ايوه اصلا مش مفيش حاجه اسينشال، مفيش حاجه انا عايزها حالا يعني. فالمشكله هنا لا مش دي. فنقلنا في 2019 ليه الفكره الثانيه. يعني انت بدات في 2017 بوسطه بس بالظبط بابروتش او بمنطق معين اللي هو بالزبط. انا خلال ساعتين بالظبط. فلا مش ما نفعتش. لا يا محمد يا عزت مش ده اللي انا داخل اعمله، مش حاسس ان انا كده بفت بالظبط. فدورت على برودكت تاني جوه نفس الشغلانه بتسيرف نفس الكاستمر بس بطريقه تانيه. ايه بقى؟ اللي هو ان احنا نوصل نيكست داي ديليفري، جارانتيد نيكست داي ديليفري اكروس مصر. بس دي بقى اللي ابتدت في 2019 ومن 2019 بقى لغايه دلوقتي هي دي اللي عملت فيها $5000. قدرنا بقى الحمد لله دلوقتي بنسيرف 35000 شركه. 35000 شركه ووصلنا 25 مليون شخص. ازاي قدرت تعمل ده؟ اولا حجم الشركات والنمو اللي بتتعامل معاه والكواليتي. يعني السؤال ده لسه كان حد بعتهم لنا على البيج، ازاي اكبر وفي نفس الوقت حافظ على الجوده؟ طيب النو هاو اول حاجه التيم. ما انت من غيره. خليني انا اقود اجابتك عشان انا عارف، بس انا عايز اعرف المشاهد. انت مهندس وحواليك مجموعه من المهندسين مظبوط بتفكروا بشكل هندسي وبتحللوا بيانات، احكي لي من هنا. طيب اول حاجه زي ما انت قلت انا كل اللي معايا مهندسين فعلا مش من مجال اللوجيستكس اساسا اصلا، فاحنا المشكله محولينها لارقام. انت بدات تعمل تك سوليوشن بالظبط بالظبط. انا عملت بقى حولت الفكره دي اول حولت شركه الشحن لتك سوليوشن. هقول لك المشكله اللي واجهتني انا وازاي احنا حولناها. انا كانت المشكله اللي بتواجهني في لينكس ان وانس ان هو يبقى في ضغط على شركه الشحن، تمام؟ بالنسبه لي بتقول لي انا مش هاجي بيك اب منك اساسا. تمام؟ ليه؟ انت حجمك صغير. مع ان انا بدفع له مثلا 4 اضعاف الناس الكبار. بس هو بالنسبه له هو بيديني 100000 شحنه فبيرخص في ثمن الشحنه بغض النظر ان هي رخيصه بالنسبه له، بس فاتورته كبيره قوي. وانت حتى لو انا بكسب منك كتير بس انت مثلا عندك 1000 شحنه، انا هفترض مثلا الشحنه ب 10 جنيه في 100000 بمليون. وانت لو ب 20 ف 1000 ب 20000 اسيب المليون ولا اخد ال 20000؟ انا بالنسبه لي لا يا باشا خد ال 20000 بس يبقى عندك 1000 واحد منهم. انت عملت الحل ده وطبقته، فبالتالي سهلت على كل التجار بتوع التجاره الالكترونيه عمليه دوره راس مالهم. شكرا. بالظبط كده. وكمان عملت لهم مخازن انه هاتوا البضاعه عندي بالزبط. وانا باك تو باك اوفيس هجهزها لك وهشيل عنك هاصل التجهيز ده كله، لانك بتشتغل مع الاسم ايز او السمول ميديوم بزنس. يعني فبدات تساعد بجد لدرجه ان انت حطيت ايدك في ايد وزارات مصريه عشان تكبر مساحة التعامل اونلاين والتجارة الاونلاين وتكبر تعمل سي اوز كل يوم جداد. الأول أنا منبهر بفكرة إنك جايب واحد على البورد عندك من أكبر سي اوز شركات الشحن في العالم. احكي لي القصة دي. أكبر شركة. احكي لي يعني دي DHL أكبر شركة في العالم، التيرن اوفر بتاعها $57 مليار، فربنا يكرمنا ونبقى زيهم. السي او بتاعها شريكك كان ألين. مين ده وفين وجالك ازاي؟ طيب. احنا البداية أنا DPD اللي هي تاني أكبر شركة في العالم استثمرت في بوسطة. ف السي او بتاعها أول ما استثمره جاب لي هدية. فجاب لي هدية كتاب بتاع كان ألين. كان كتاب هو كاتبه. كان ده شخص كاتب كتاب. هو السي او بتاع DHL كانت شركه خسرانه، اما جابوه هو قدر ينجح الشركه دي، فعمل كتاب ازاي تنجح اي شركه. ده فالكتاب ده جابوا لي هديه، فلما قريته قلت ايه ده؟ طب ما ناخد الكتاب ده اطبقه هو. وفعلا طبقته هو الكتاب دايما بيتكلم على ازاي تدير الناس، ازاي تخليهم دايما مبسوطين وبيعرفوا يشتغلوا فيكبروا الشركه، عشان من غير ناس مبسوطه في الشغل مفيش شركه هتكبر. فطبقت الكتاب ده بحذافيره. بعديها ب4 سنين عرفت ان كان ألين هيسيب DHL بالصدفه. فبعت له ايميل. بعت له بالظبط كده على لينكد ان مثلا. قلت له انا دلوقتي انا فلان الفلاني ودي شركتي وبتاع وانا مؤمن وانا بعمل زي بوسطه بالظبط. ووصلت له عن طريق حد صاحبي برضو شغال هناك، فانا بعمل كذا كذا. وعملت نفذت كتابك بالظبط. راح لقيته ردد عليا بيقول لي هقابلك في القاهره الاسبوع الجاي. جالك؟ انا كنت فاكر انه جالي بصراحه، طلع هو عايش يعني، هو عنده بيت في الجونه ومتجوز بنت مصريه، فيعني من زمان يعني متجوز بقاله 20 سنه حد مصري، فهو قرر انه يسيب اوروبا وانه الريتايرمنت بتاعه يبقى في مصر، فهو عايش في الجونه. طبعا يا سيدي. رحت قعدت معاه. طبعا ده هو اساله، هو بالنسبه له احلى مكان في العالم. ايوه بيقول لي انا عندي صيف طول السنه. جبته على البورد عندك؟ اقنعته؟ لا انا حتى ما اقنعتوش، هو قعد يسالني هو اللي بيسال، هو اللي فاهم الشغلانه اكتر مني طبعا. بعد كده قال لي انا عايز اجي اشوف الشركه من غير ما انت تبقى موجود فيها، مش عايز حد يتعامل. تعمل ايه؟ انت بس قول لهم ان حاجه اتفرج. وراح ونزل الاوبريشن ونزل واتفرج وبتاع، لقيته جاي بيقول لي انا هستثمر معاك. قلت له لا، انا فلوس مش محتاج، انا محتاج فكرك. دماغك بالظبط. فقال لي ماشي، خد دماغي وهحط فلوس الاثنين. قلت له هاخد دماغك وتبقى بورد ممبر عشان تبقى فوقيه كده تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انا مش هسال، انا هجاوب على طول الجمهور ان كمان النهارده باشمهندس محمد بيتعاون مع وزاره الاستثمار علشان يكبر مساحه السي اوز، وبيقول يا رب نبقى 100 مليون سي اوز في مصر. انا منبهر والكلام ممتع والكلام معاك يعني بصراحه مليان تفاصيل تعلم الناس ازاي تنجح. للاسف وقت حلقتنا خلص. انا كنت في منتهى السعاده اني اتكلمت معاك يا محمد، وانا اكتر ناس يعني اكتر حد استفاد منك الحقيقه، واتمنى يكون المشاهد بتاعنا شاف على ارض الواقع من 0 ل 100 في وقت قد ايه حقيقه يمكن انجازها. شكرا ليك اعزائي المشاهدين، استنونا كل اسبوع